الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. التشاجر مع الأخ في المنام يشير إلى العلاقات الطيبة بين الأخ وأخيه والله أعلم. وإذا رأى النائم في منامه أنه يتشاجر مع أخيه والله أعلم يكون هناك علاقة طيبة تجمع بين النائم وبين أخيه في الواقع والله أعلم. رؤية الأخ مريض في المنام والله أعلم يكون دليل أن صاحب الرؤية سيقع في بعض المشاكل في الواقع والله أعلم. بشكل عام التشاجر مع الأخ في المنام رؤية محمودة حال كان لا يجمع بين الأخ وأخيه ميراث، يعني التشاجر كويس بصفة عامة ما عدا في حالة واحدة بس، ما يكونش بينهم وبين بعض ميراث في الواقع. لو في ميراث بينهم وبين بعض في الواقع وتشاجروا في المنام هيبقى فعلا في مشاجرة وفي خصومة بسبب الميراث. إذا رأى النائم في منامه أن أخيه يموت والله أعلم علامة على تمتع الأخ بالعمر الطويل والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء في منامها أن والدها تقوم بإنجاب طفل، أمها يعني بتقوم بإنجاب طفل آخر، هيكون يعني إشارة إلى تقرب البنت وأمها أكثر في الأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.